بسم الله الرحمن الرحيم. أثناء المشاركة في برنامج رؤوس الجبال سعدت أن ألتقي بهؤلاء الإخوة الكرام. الاسم الكريم طارق الشحي. لا طارق، ومن؟ عيسى الشحي. الله يحييك. ما هي الرسالة التي تبعثها عشيرة قوالة نادي خصب وهم يشاركون في هذا البرنامج؟ والله الرسالة متعددة، يعني السياحة بمكوناتها في عمان في طارسة عجيبة جدا، تضاهي أغلب الدول الأوروبية. نعم. فما يمنع واحد يتعرف على الحياة البرية الموجودة وتضاريس وأنواعها، خاصة الحين هذا الموسم الشتاء استغلته معنا المنطقة في ترويج سياحي في شتاء مسندم. فندعو الجميع إلى زيارة المحافظة. جميل، جزاك الله خير. وما الرسالة التي تبعثونها أيضا من خلال هذا البرنامج وأنتم تشاركون فيه؟ رسالتكم ما هي؟ ما هي الرسالة التي تبعثونها كعشيرة قوالة نادي خصب وهو يشارك في تنظيم وبرنامج المشي؟ يمكن نقول استاذي ان يعني كون عشيره كل عشائر جواله من صميمها ورسالتها وشعارها خدمه للمجتمعيه. نعم. فاحنا ايضا ممكن نتعاون مع الفرق التطوعيه والهايكينج على اساس انه مثلا في احد المسارات او زياره هذه المواقع. نشعركم انتم تروا مجموعه من هوات المشي من اماكن عديده من عمان قد قدموا الى هذا البلد الطيب. صراحه يعني احنا نتشرف بها ونوروا البلد، وفعلا يعني ارتقى واجتماع لاغلب الفرق في مختلف مناطق السلطنه، هذا شيء يعني يبعث عن السرور لنا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. حياك الله. بارك الله فيك. والله يوفقك. يا حياك.